في الصلاة الربانية, the Lord's Prayer, your will be done, ليأتي ملكوتك, your kingdom, thy kingdom come, thy kingdom come. دي تاني طلبة بعد ما بنمجد ربنا وبنقول له ليتقدس اسمك, بنطلب انه يملك علينا بملكوته. قبل ما ادخل في الموضوع اسالكم كده ونشوف, عايز كل واحد يفكر في آية عن الملكوت, آية عن الملكوت. يعني موضوع الملكوت ده, احنا في ملكوت الله, احنا المسيح جاي عشان يملك علينا. فعايزين نفهم يعني ايه ليأتي ملكوتك, وازاي احنا بنطلب كل يوم ليأتي ملكوتك, يعني احنا بنطلب ايه, وازاي فعلا يأتي ملكوت الله. قبل ما ادخل في الموضوع بس عايز كده نعمل تنشيط, يعني اسألكم كل واحد يقول لي آية هو بيحبها او يفتكرها دلوقتي عن الملكوت. ايوه, اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه امور العالم, ماذا ناكل ماذا نشرب ماذا نلبس تزاد لكم. اطلبوا اولا ملكوت الله وبره, كويس, ملكوت السماوات يغصب والغاصبون يختطفونه, ياخدوه يعني باي فورس كده, الواحد لازم يجتهد علشان يقتني ملكوت الله, كويس. ها ملكوت الله داخلكم. السيد المسيح مرة قال للتلاميذ, كانوا بيسألوه وكان اليهود بيسألوه يعني ملكوت الله هيجي امتى, قال لهم مش هيجي من هنا ولا من هنا, ها ملكوت الله ايه داخلكم. اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. ده اعتراف اللص على الصليب ان السيد المسيح هو الملك صاحب الملكوت الابدي, ولما يجي في ملكوته بيقول له اذكرني يا رب, كويس. كويس قوي. ان لم ترجعوا وتصيروا مثل الاولاد لن تقدروا ان تدخلوا ملكوت السماوات. وقال كلمه كمان اصعب, قال من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخله. لما كناش نقبل ملكوت الله زي الطفل الصغير مش هندخل, كويس. ايه تاني ايات عن الملكوت؟ تفضل. لا يقدر ان يرى ملكوت الله, من لا يولد من الماء والروح لا يقدر ان يرى ملكوت الله, كويس. يتولد مره تانيه من الماء والروح المعموديه, مش ممكن يشوف ملكوت الله ولا يدخله, كويس. ايه تاني ايات عن الملكوت؟ مين يفتكر كده؟ مملكتي ليست من هذا العالم, كويس قوي. ملكوت مش من الارض دي, مملكتي ليست من هذا العالم, كويس. ها ايوه, يشبه ملكوت السماوات تشبيهات كتيره بقى, مره لؤلؤه كثيره الثمن, مره شبكه مطروحه في البحر, كويس, مره كنز مخفي, أمثال الملكوت دي في متى 13 كتير. آيات تانية عن الملكوت, ها. طب أساعدكم أقول لكم آيات وتكملوا لي نصها التاني, مثلا أقول لكم نص وتكملوا لي النص. لا تخف أيها القطيع الصغير, جميل, فإن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. ربنا فرحان إن هو يدينا الملكوت, هو فرحان انه يدينا الملكوت, ما نخافش, الملكوت ده بتاعنا, هو فرحان انه يديه لنا. لا تخف يا القطيع الصغير فان ابكم قد سر ان يعطيكم الملكوت, لانه يقدم لكم بسعه. حد هيفكرها لي, هيفكرني باخرها دي, لانه يقدم لكم بسعه دخول الى ملكوت ربنا يسوع المسيح الابدي. موجوده فين دي؟ دي آية مهمة قوي, بطرس الثانية الإصحاح الأول, بطرس الثانية الإصحاح الأول. لأنه يقدم لكم بسعة, يعني زي باب مفتوح كده للكل, يقدم لكم بسعة دخول إلى ملكوت ربنا يسوع المسيح الأبدي. وصف أنه هو أبدي,
آية كمان نفسي تكملوها لي دي. ملكوت الله ليس أكلا وشربا بل أنا كنت هقول فين وكده بس مش هتكملوها لي حتى. ملكوت الله ليس أكلا وشربا بل هو روح وحياة، بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس. نقول تاني، ملكوت الله ليس إيه؟ أكلا وشربا، مش أمور مادية، مش متع أرضية، ها؟ لا، ملكوت الله ليس أكلا وشربا، بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس. فين دي؟ روميا 14. أنا قلت لكم اتنين شاهد بس، اتنين يعني شاهدين بس فنحفظهم. الأولانية قلنا يقدم لكم بسعة دخول إلى ملكوت ربنا يسوع المسيح الأبدي. بطرس الثانية 1، ودي ملكوت الله ليس أكلا وشربا بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس. دي فين؟ روميا 14. كويس خالص. أما لا تخف أيها القطيع الصغير فإن أباكم قد سر أن يعطيكم ملكوت. دي فين؟ متى، لوقا 12. شاطرة، ممتازة، لوقا 12. طيب، ملكوت الله ده حق لأولاد ربنا، ولازم أولاد ربنا يصروا أن هم ياخدوه، لازم يصروا أن هم ياخدوه، ما يفرطوش في حقهم. دول ولاد الملك، ولاد ربنا دول ولاد الملك، والملكوت ده بتاعهم، ما يفرطوش فيه، ما يستهينوش كده مش فارقة معاهم، لا، ده حقهم، بيجروا وراه زي ما الآية بتقول ملكوت الله يغصب والغاصبون يختطفون. لازم أخد نصيبي، لازم أخد نصيبي في الملكوت، لازم أسعى واجتهد واطلبه، لأن أنا ابن، والابن يورث، الابن يورث في ملكوت أبي. أو زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول في أفسس 2، يقول إيه؟ يقول إن إحنا رعية مع القديسين وأهل إيه؟ بيت الله. إحنا أهل بيت الله، فده المكان بتاعنا، إن إحنا في حضن الآب، إحنا في حضن الآب، هو ده الملكوت. الملكوت إن إحنا نبقى في حضن ربنا، هو ده الملكوت. تعالوا ناخد شوية نفهم طبيعة الملكوت اللي إحنا بنطلبه ده، اللي إحنا كل يوم نقوله ليأتي ملكوتك، ليأتي ملكوتك. نفهم طبيعة الملكوت. أول حاجة، يعني أنا قعدت أدور كده في الإنجيل، طلعت 5 حاجات. أول حاجة هو ملكوت المحبة. القانون بتاعه هو قانون المحبة، ملكوت المحبة. يقول كده قديس يوحنا في رسالته الأولى، انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى إيه؟ أولاد الله. هو بيحبنا فخلانا نبقى أولاد ربنا، أعضاء في الملكوت، اخترنا نكون أعضاء في المملكة بتاعته. وبهذا يعرف الجميع أنكم إيه؟ تلاميذي، إن كان لكم إيه؟ حب بعضكم ببعض. يبقى دول تلاميذ المسيح، بيحبوا بعض، بيقولوش كلمة وحشة على بعض، بيسندوا بعض، بيشجعوا بعض، بيعزوا بعض، بيهتموا ببعض، مش كل واحد قافل على نفسه بيهتم بنفسه، بيدوروا على بعض، بيسألوا على بعض، مترابطين، بيحبوا بعض. بهذا يعرف الجميع أنكم أعضاء في الملكوت بتاع المسيح، بأنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لإيه؟ لبعض. طب لو ما فيش محبة، يبقى احنا عضويتنا في الملكوت دي مجرد إيه؟ شكل كده من غير معنى. يبقى نحاسا يطن أو صنجا إيه؟ يرن، منظر كده بس من بره، لكن احنا مش عايشين الملكوت. نمرة 2 هو ملكوت المحبة. نمرة 2 هو ملكوت المتضعين، ملكوت بتاع الأطفال الصغيرين المتضعين. مرة السيد المسيح شاف التلاميذ كده بيتخانقوا مع بعض مين يكون الأعظم، فجاب طفل وقفه وقال لهم بصوا، من وضع نفسه، هو humbled himself، الكلمة في الإنجليزي معبرة، هو humbled himself like this child or this little child is the greatest in the kingdom of God.
من وضع نفسه مثل هذا الطفل فهو الأعظم في ملكوت السماوات. من وضع نفسه، من وضع نفسه دي فيها جهاد، فيها جهاد كبير إن الإنسان ينزل نفسه. إن مع السن ومع الخبرة ومع النجاح الواحد بإيه؟ يكبر. يقول لك ده أصغر مني بعشر سنين، إزاي بيكلمني كده؟ هو مش عارف ده أنا قد باباه. وبعدين ده يفهم إيه؟ ده أنا كده، ده واحد ماشي في سكة بره سكة الملكوت. من وضع نفسه مثل هذا الطفل فهو الأعظم في ملكوت السماوات. ومن لا يقبل ملكوت الله مثل طفل فلن إيه؟ يدخله. ومهم قوي إنه ده ملكوت المتضعين، ملكوت المحبة، ملكوت المتضعين. نمر التلاتة هو ملكوت القديسين، هو ملكوت القديسين. مش ممكن نملك مع المسيح إلا إيه؟ إلا كقديسين، لأن الله هو ملك الإيه؟ القديسين. يقول كده في سفر الرؤيا: عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين. هو ملك بتاع القديسين، فإحنا مش ممكن نملك معاه إلا لما نكون قديسين. وإرادته إن إحنا نكون قديسين. تقول لي طب إحنا ضعفاء، إحنا ضعفاء وبنغلط. لا، هو مستعد يدينا كل إمكانيات التقديس، هو هيقدسنا لأنه لن يملك علينا إلا كقديسين. فبيدينا كل الإمكانيات بعمل الروح القدس في الكنيسة وفي الأسرار، وعمل الروح القدس جوه القلب في التوبة. هو بيقدسنا، هو جاي مخصوص. الكنيسة دي مفتوحة عشان تقدسنا، الكلمة الروحية اللي احنا بنسمعها دي عشان تقدسنا، الصلوات اللي احنا بنصليها دي عشان تقدسنا. ودايما آخر كل صلاة، شفتوا عمركم صلوة في الكنيسة من غير التحليل؟ الابسوليوشن، to forgive all the sins to sanctify us. الكنيسة احنا بندخلها علشان نتقدس، to be holy، نتقدس. احنا جايين الكنيسة باستمرار عشان نتقدس، لأن المسيح مش هيملك غير على القديسين بس. اللي بعيد عن مصدر القداسة وينابيع القداسة بتاعت الكنيسة يبقى خرج بره الملكوت. احنا لما نقول له يأتي ملكوتك، يعني انت يا ربي تقدسنا لكي نكون قديسين ونملك معك. هو ملكوت القديسين، ومسؤول انه يوفر لنا كل إمكانيات القداسة والتقديس. نمرة أربعة يبقى هو ملكوت المحبة، ملكوت المتضعين، ملكوت القديسين. هو ملكوت ناس أغنياء بالمسيح، أغنياء بالمسيح. إحنا أغنياء بالمسيح. من برة قد نكون شكلنا إيه؟ مساكين بالروح، مجهولين، محدش عارفنا، مضطهدين من بعض الناس، مطرودين من أجل البر. ده من بره، لكن من جوه مليانين نعمة، من جوه مليانين رحمة وصنع سلام وقلبنا نقي. احنا منقوشين على كف ربنا، محفوظين في عينيه. احنا أغنياء بيه، احنا أغنياء بيه، احنا أقوياء بيه. المسيح هو مصدر الغنى بتاعنا. احنا أغنياء لأن احنا أعضاء في ملكوت ملك الملوك الغني. احنا اغنياء بيه، اصل هو الكنز المخفي. زي ما كنا بنقول دلوقتي امثال الملكوت، يشبه ملكوت سموت كنز مخفي، كنز وجده انسان فاخفاه، خباه، لقى في حقل، راح اشترى الحقل كله. الحقل ده الكنيسه، والكنز ده مخفي فيها اللي هو المسيح، وعمل الروح القدس اللي احنا بينقل لنا كل بركات المسيح ونعمه. فنشتري الكنيسة دي بتاعتنا، واتغرسنا فيها وبقينا أعضاء فيها، فبنشبع من التقديس بتاع عمل المسيح فينا وبنتغني منه. يشبه ملكوت السماوات لؤلؤة كثيرة الثمن، very precious pearl. واحد كان بيدور كده فلقى اللؤلؤة دي، باع كل حاجة عشان يشتريها. مستعدين نبيع كل حاجة في الدنيا عشان نشتري المسيح، نشتري الكنيسة، لأن هي دي الكنز، هو ده الملكوت. فالأعضاء الملكوت دول أغنياء، مش بيروحوا يشحتوا
من العالم الشهوات بتاعته ويدور هنا ويدور ليه ليه ليه؟ احنا فقراء، ده احنا شبعانين بالمسيح، مش عايزين حاجة من العالم. نروح نبص للعالم ليه وندور على متعة تافهة في العالم ليه؟ احنا شبعانين بالمسيح. فده ملكوت الناس الأغنية، الأغنية بالمسيح اللي هو مدخر فيه كل جميع كنوز الحكمة والعلم زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول في الكولوسي. نمرة خمسة أيضا هو ملكوت بيشرق في الداخل، shining from inside. ملكوت بيشرق في الداخل، بيشتغل من جوه. الروح القدس ساكن فينا من جوه بسر الميرون، فبقينا أغنية من جوه. سر الغنى بتاعنا من جوه، من جوه. والثمار الروح القدس تنبع من جوه، محبة، الفرح، السلام، طول الأناه، اللطف، صلاح، الإيمان، الوداعة، التعفف. كل دي لما الروح القدس يشتغل من جوه يطلعها في شكل ثمار حلوة، الناس تشوف حياتنا مليانة ثمار، مليانة كده ثمار حلوة، فتظهر فينا من بره سمات الرب يسوع أو ثمار الروح القدس. ما هي ثمار الروح القدس دي؟ هي سمات الرب يسوع، زي بولس الرسول ما كان بيقول أنا حامل في جسدي سمات الرب يسوع. ده مفروض أن كلنا نحمل سمات الرب يسوع. والنور بتاع الملكوت اللي من جوه ده لما يمكن الناس مش شايفاه من بره، لكن في السماء بقى في الحياة الأبدية النور ده هيبقى مشع جدا ومنور جدا. وده اللي قال عنه السيد المسيح حينئذ يضيء الأبرار كالشمس في ملكوت إيه؟ أبيهم. النور ده جه منين؟ النور ده كانوا بيخزنوه كل يوم، بيجمعوه كل يوم، عملوا الروح القدس فيهم كل يوم. الناس مش شايفة، ما بقوله سو كنز مستخبي. كل واحد كده من ولاد ربنا الروح القدس شغال فيه، بيحب الصلاة، بيشبع بالإنجيل، له علاقة قوية بربنا، جواه كنز، كنز جواه محدش شايف، لكن ده نور لما يوصل السماء بقى ينور. حينئذ يضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم. محبة كانت مالي قلبهم، الاتضاع مالي قلبهم، السلام والفرح والصلاح والتعفف مالي قلبهم، فينوروا كالشمس في ملكوت أبيهم. نحن نتملي من روح ربنا، ده معناه ان احنا نتملي غنى، نتملي فرح، نتملي شكر ورضا، نتملي حياة مقدسة، حياة ثابتة فوق مستوى القلق والخوف اللي في العالم. الناس عايشة في قلق وفي خوف من حاجات بتحصل، لكن ولاد ربنا تلاقيهم فوق مستوى كده، لأن الملكوت جواهم، ربنا جواهم، ما بيتهزوش فوق مستوى القلق. اللي عمل الروح القدس بيشرق جواه تلاقيه عايش زي ما قال معلمنا بولس الرسول في حرية مجد أولاد الله، حرية من الخوف. الخوف ده ساعات يربط الإنسان، لا تلاقي متحرر من الخوف. ليه؟ لأنه قوي بالإله الساكن فيه وبالنعمة الساكنة فيه، قوي بالملك الساكن فيه. تلاقيه حر أيضا من شهوات العالم لأنه بيملك المسيح مشتهى الأجيال، بيملك المسيح ينبوع الغنى. تلاقيه حر من مراكز وطموحات العالم اللي الناس بتجري وراها وتتخانق وتتصارع مع بعض، لأنهم أبناء الملك السماوي. هو في كرامة أعلى من كده؟ هو في مركز أهم من كده؟ هو في مجد أعظم من كده إن إحنا أولاد الله؟ تقولي ده بيشتغل مش عارف إيه، وده بيشتغل إيه، وده واصل هنا، وده مرتبه قد كده، دي إيه يعني؟ تيجي إيه الحاجات دي جنب إن إحنا أولاد الله وإن إحنا أعضاء في الملكوت وأولاد الملك السمائي؟ دي أمور العالم دي ولا حاجة. عشان كده احنا لما بندخل الكنيسة المسيح مش بس بيساوي الغني بالفقير، واللي دخله قد كده باللي دخله قد كده، واللي من عيلة كبيرة واللي من عيلة بسيطة، لا مش بس بيساويهم ببعض، لا ده بيساويهم كلهم بنفسه. ده بيقولهم انتوا تبقوا أولادي، انتوا عيلتي. كلنا بيعمل معنا كده، رفعنا وقال أنا أموت عن كل واحد فيكم،
عن كل واحد أنا بحبه زي التاني وأموت علشانه. فيش واحد ما عندناش في الكنيسة حد أعلى من حد. حتى الكاهن أو الأسقف ده عضو في جسد المسيح. كرامته أنه هو ابن لله وعضو في الملكوت أهم من أي كرامة أو مهمة ربنا حطه فيها على الأرض زي الكهنوت أو الأسقفية، درجة الأسقفية. كرامته كابن لله أعلى من كل ده، أعلى من كل ده. وهو بيؤدي بيتجر بالوزنات بتاعته على الأرض، وكل واحد فينا له وزنات بيتجر بيها. ما فيش حد أعلى من حد، إحنا كلنا أعضاء في جسد واحد وأعضاء بعضنا لبعض، بس كل عضو له المهمة بتاعته. نقطة ثانية، القداس الإلهي اللي هو قلب العبادة في الكنيسة صورة رائعة للملكوت، بندوق فيه الملكوت على الأرض. هو نقدر نسميه عرس سماوي، heavenly wedding. المسيح مجهز لنا وليمة، وهو بنفسه بيوكلنا نفسه، بيدينا أغلى ما عنده عشان نثبت فيه وهو فينا. وليمة محبة بيقدم لنا نفسه. بناخد في القداس تقديس وتطهير وثبات في المسيح الملك، ونتملي من محبته. في حتة لطيفة بنعملها في القداس في الآخر خالص، ما عارفش بتاخدوا بالكم من معناها ولا لا. تلاقي أبونا بعد ما نخلص القداس وقبل ما يبتدي يناول الشعب، ياخد كده الجسد وفي فوقيه في الصينية وفوقيه لفافة ويمكن تحتيه كمان لفافة كده، ويقول القدسات للقديسين جسد ودم عمانوئيل، والشعب يوطي كده ويقول ايه، blessed he who is coming the name of the Lord، المبارك الآتي باسم الرب، ومبارك الآتي باسم الرب. يعني ايه؟ يعني احنا في السماء بس احنا لسه على الأرض، فمنتظرين المجيء الثاني. مبارك الآتي باسم الرب، تعال أيها الرب يسوع. إحنا تعال أيها الرب يسوع، تعال. القداس ده بيرفعنا للسماء وبيشوقنا فنشتاق أكتر للسماء. مبارك الآتي باسم الرب، تعال. أمين، تعال أيها الرب يسوع. في قطعة صغيرة خالص، صلوة يعني صغيرة في الليتورجيات القديمة خالص، بتقول تعال يا رب ولينتهي العالم. اشتياق قلب الكنيسة، زي ما معلمنا بولس الرسول كان يكتب في ختام رسائله، دي كانت حتة من الليتورجيات، الرب آت ماران آثا، الرب آت، الرب قريب، تعال يا رب ولينتهي العالم، ليأتي ملكوتك، ليأتي ملكوتك. الكنيسة هي الملكوت على الأرض، هي السفارة بتاعت السماء، هي سفارة الملكوت. تلاقينا دايما كلنا بقلب واحد بنصلي صلواتنا جماعية مع بعضنا، نقول نشكرك يا رب على كل حال، بصيغة الجامعة كده نحن نشكرك. عايزين يا رب انت إلهنا وملكنا، عايزين نكون يا رب جسد واحد وروح واحد، اجعلنا مستحقين ان احنا نتناول من قدساتك لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا. وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا، اهدنا إلى ملكوتك، lead us through our the way into your kingdom، يعني خدنا من إيدينا لحد لما توصلنا لملكوتك. كنيسة بتطلب إنه المسيح يملانا، هو ده الملكوت. طب والناس اللي واقعين برا، كنيسة تصلي من أجلهم، الساقطون أقمهم والقيام ثبتهم، ليأتي ملكوتك يا رب في كل قلب. ده في صلوة جميلة أبونا بيصليها، تلاقي كده محطوطة، يعني أبونا ساعات يبقى حافظها وساعات يبقى بيقراها من خلاجي، أو تلاقي حاططها على المسبح. بتشوفوا أنتوا أبونا قبل ما يصرف الملاك بتاع الذبيحة بيصلي صلوة كده، بيمسك الصينية ويصلي صلوة فيها عبارات جميلة قوي. عبيدك يا رب حل فيهم، سر بينهم، ساعدهم في كل عمل صالح. في الخلاج الكبير زيادات في الطلبة يقول احفظهم في الإيمان المستقيم بالمجد والكرامة كل أيام حياتهم، اجعلهم في المحبة التي تفوق كل شيء والسلام الذي يعلو كل عقل. دول أعضاء الملكوت، خليك معهم يا رب، اثبت فيهم وامشي معهم في كل مكان، يعيشوا بالمحبة ويعيشوا بالسلام. انهض قلبهم من كل فكر رديء أرضي، بعد ما
طلعنا كده السماء ما تخليهمش يرجعوا تاني ويتشغلوا بأمور الأرض وبالشوشرة بتاعت العالم، وفلان عمل وفلان قالت عليا وشفت فلان عمل ايه وشفت الأخبار بتاعت فلان ده طلع كذا. ليه بس؟ ليه بعد ما الإنسان يطلع فوق يتشغل بأمور العالم الوحشة؟ انهت قلبهم. ده الكنيسة بتصلي، أبونا بيصلي من أجلنا في آخر كل قداس، احنا وصلنا السماء وتناولنا. انهت قلبهم من كل فكر رديء أرضي، اجعلهم أن يحيوا ويفكروا فيما للأحياء ويفهموا ما هو لك. خليهم كده فوق دايما، فوق يحيوا بيك ويفكروا فيما للأحياء، ما يفكروش في أمور الأرض، ويفهموا ما هو لك، يفهموا الأمور المختصة بملكوت الله. يعني إيه لما احنا بنصلي بقى ليأتي ملكوتك؟ نقول له يا رب كل يوم ليأتي ملكوتك. أول معنى واضح نحطه في بالنا وإحنا بنصلي، بنقول له يا رب املأ قلبنا من محبتك، اسكب محبتك في قلوبنا بالروح القدس. معنى كمان مهم عايزين نقوله، موت فينا يا رب الحياة القديمة والعادات القديمة الوحشة، موتها فينا يا رب، وإحيي فينا ملكوتك، إحيي فينا ملكوتك. بنطلب الحياة الجديدة تزهر فينا، تنتعش فينا، to be renewed inside us, the new life. ولما الحياة القديمة الغريبة دي عن ربنا، القديمة بتاعت الإنسان العتيق اللي بيطلب الملذات بتاعت العالم وكرامة العالم وأطماع العالم، لما الحياة دي تموت ولما الحياة الجديدة تنمو فينا، محبة ربنا تنتعش فينا. بس وأنا بفكر كده، إيه يعني المحبة الغريبة دي، محبة العالم، المحبة القديمة دي؟ عدت أبص كده في الإنجيل، لقيت الإنجيل بيوصف 5 أنواع من المحبة الخاطئة، محبة الوحشة. أو وهقول لكم النوع وهقول لكم آية بتوضحه. أول محبة وحشة هي محبة الظلمة، الناس اللي بتحب الظلمة، تحب الشغل الظلمة. والإنجيل يقول أحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت إيه؟ شريرة. حبوا يعملوا حاجات من الدارية كده عشان بيعملوا غلط، ماشيين في سكة غلط فبيداروا بقى، اللي ماشي كده ماشي مش مظبوط في سلوكه من ناحية الطهارة، اللي ماشي في حاجة مش مظبوطة من ناحية الأمانة، اللي ماشي في حاجة مش مظبوطة من ناحية حواسه مش مظبوطة، في حاجات كده ظلمة. لا، لما بنقوله ليأتي ملكوتك يعني تهرب مننا المحبة الوحشة للظلمة، احنا ولاد النور، ده ملكوت النور، يدخل ربنا ينور، مفيش محبة للظلمة تاني. تاني نوع من المحبة اتكلم عنه الإنجيل، محبة خاطئة، محبة العالم، محبة العالم وكل الأشياء التي في العالم. عشان كده الكنيسة حطلنا الجزء كده من يوحنا 2 الرسالة الأولى الإصحاح الثاني، لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي إيه في العالم، لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم. يقول معلمنا يعقوب في رسالته الإصحاح الرابع، محبة العالم عداوة لله، is an enmity, enmity against God, enmity عداوة. يعني ما ينفعش الإنسان، يعني عشان كده قال بعدها محبة العالم عداوة لله، من أراد أن يكون محبا للعالم فقد صار عدوا لله. مش هينفع نجمع بين الاثنين، ما ينفعش. محبة العالم خطيرة جدا، خاصة احنا كنا لسه بنقول مملكتي ليست ايه من هذا العالم. طب احنا أعضاء في مملكة المسيح، ليست من هذا العالم، مالنا بالعالم نحب فيه؟ احنا بنستعمل العالم زي ما بيقول الإنجيل، يستعملون العالم وكأنهم لا يستعملونه، يعني بيقضوا أيام غربة من غير ما يحبوا العالم. محبة الظلمة، محبة العالم. تالت نوع الإنجيل اتكلم عنه محبة غريبة، محبة مجد الناس، محبة الكرامة في الدنيا، محبة مجد الناس. دي ظلمة برضو، لما بنقوله ليأتي ملكوتك يعني لازم دي تموت، محبة مجد الناس. السيد المسيح قال مجدا من الناس لست إيه أقبل. وبعدين دي في يوحنا 5، في يوحنا 12 كان في ناس
اقتنعوا بالمسيح من الفريسيين والكتبة، اقتنعوا بالمسيح وفهموا أنه هو ده المسيا اللي جاي، بس مرضوش يعترفوا بيه قدام الناس. يا خسارة. طب ليه؟ لأنهم أحبوا مجد الناس أكثر إيه؟ من مجد الله. مرضوش يعترفوا بيه لألا يصيروا خارج المجمع، يعني عشان في ضريبة الدفع هيرطردوهم برا. فقال لك لا، أحبوا مجد الناس أكثر إيه؟ من مجد الله. كده حرموا نفسهم من الملكوت، حرموا نفسهم من المسيح. محبة مجد الناس اللي بيدور على كرامته، بيدور يسمع كلمة إن هو ويقعد يستناها ويتكلم عشان الناس تمجده وتكرمه، خطر دي. ليأتي ملكوتك معناها إن إحنا المسيح يملك بحبه ومجده ويطرد من قلبنا محبة الظلمة، محبة العالم، محبة مجد الناس. نوع الرابع اللي الإنجيل اتكلم عنه محبة الجسد، اللي عايز يدي جسده بقى، ها عايز ياكل، عايز يشرب، عايز يلبس، وعايز يعمل منظر جميل، وعايز يعني الناس كلها تبص له وتتسلط الأضواء عليه، والجسد ده عايز يعني تكريم كده. لا، خطر. الإنجيل بيقول اهتمام الجسد هو موت، واهتمام الروح هو حياة وسلام. لأن اهتمام الجسد عداوة لله. الجسد عايز ياكل ويشرب. طب احنا في الصوم، معلش بقى، من مش عايزين ندقق، هو نفسه أصله في الحاجة وعمال يراضي جسده. عشان كده الكنيسة عشان تساعدنا، عشان نضبط الجسد، الكنيسة عايزة تساعدنا، بتعمل لنا مواسم، أصوام، أصوام كتيرة كل أسبوع، الأربع والجمعة ومواسم أصوام، كل ده عشان نعرف نضبط الجسد ده، لأن محبة الجسد عداوة لله. فالجسد لازم أضبطه. أنا صحيح بهتم بيه وبقوته وبربيه، لكن لازم أقمعه وأستعبده. النقطة الأخيرة أو المحبة الخامسة اللي اتكلم عنها الإنجيل، محبة الإيه؟ المال. محبة المال أصل لكل الإيه؟ الشرور، مش كده؟ بيقول كده، محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. يعني جابوا المصايب والتعب لنفسهم. حبوا الفلوس، طب ربنا عطاك، لا عايز تاني. طب عطاك كتير، لا عايز تاني، وعايز اللي في إيد أخويا، وعايز هنا وعايز هنا. حبيبي أنت هتعمل إيه بكل ده؟ هذه التي أعددتها لمن تكون، هتطلب نفسك منك، ده أنت كل ده هتسيبه وتمشي. فاكرين لوط ومراته شافوا الحتة الغنية وقال لك نسكن هناك؟ حبيبي كل ده هيتشال، كل ده هيتاخد منك، وفي لحظة هتلاقي كل حاجة فقدتها. تجريش ورا محبة المال، المال ده وسيلة بس نعيش بيها كده ببساطة في الدنيا، لكن ما هو ما ينفعش يبقى هدف، ما ينفعش. محبة الظلمة، محبة العالم، محبة مجد الناس، محبة الجسد، محبة المال، كل دي أنواع من المحبة خطيرة وخاطئة. لو احتلت القلب يجي محبة ربنا، مفيش بقى، مفيش مكان لمحبة ربنا. احنا عمالين نصلي ليأتي ملكوتك ومفيش حاجة، لأن احنا القلب كل يعني all the receptors are occupied. لازم القلب ده نكون جهزنا الريسبتورز عشان تستقبل محبة ربنا. لكن لما كل الريسبتورز تبقى occupied by the strange love, the evil love for the world, for the body, for the darkness. لما نقوله ليأتي ملكوتك، مفيش مكان، مفيش مكان لمحبته تملى القلب. أختم بآيتين حلوين قوي ينفع يبقوا تدريب حلو لينا. الملكوت هو إنه الله يسكن بروحه وبكلامه فينا. لما بنقوله ليأتي ملكوتك، خلينا نبقى عمليين. طب نعمل إيه؟ آيتين حلوين قوي قالهم السيد المسيح في يوحنا 14، نفسي تفتكروه ولما نرجع نخطط عليهم في الإنجيل بتاعنا، نعمل كده underline جون 14:21-23، يوحنا 14:21-23. يقول إيه؟ يقول الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني،
والذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. هو ده الملكوت، المسيح يسكن فينا بمحبته ويظهر لنا إيه؟ ذاته. دي عدد 21. عدد 23 يقول إيه؟ يقول إن أحبني أحد يحفظ كلامي. يقعد يقرأ ويحفظ ويتغذى على كلامي. ويحبه أبي وإليه نأتي وعنده نصنع إيه؟ منزلا. هو ده الملكوت، إن ربنا يجي ويصنع عندنا منزلا، يجي يسكن عندنا، يجي يسكن عندنا. هو أصلا ده دي خطته، إنه عايز يجي يسكن عندنا. بس مش بس يعني إن هو جه العالم بتاعنا والكلمة صار جسدا وحل إيه بيننا. هي الكلمة اليوناني ساعتي ترجموها بيننا، ساعتي ترجموها فينا، لكن الكلمة اليوناني جميلة قوي. إنه جه النص اليوناني بالضبط كده، هقولها باللغة العربية فصحى وبعدين أشرح. وخيم بيننا، يعني ضرب بخيمته في منطقتنا. عارفين لما يكون واحد جه سكن جنبنا، سكن في منطقتنا، بقى جارنا، بقى في منطقتنا. هنا إيه اسمها؟ لازنتن. السيد المسيح جه وخد بيت هنا في الحتة دي، بقى بتاعنا، بقى في حتتنا. هي الكلمة اليوناني بالضبط كده، الكلمة صار جسدا وحل إيه بيننا، يعني جه في العالم بتاعنا، جه خيم عندنا، جه سكن عندنا. بس كده جرنا بس كده؟ لا، ده عايز يصنع إيه؟ منزلا جوه في قلب كل واحد. هو ده الملكوت، مش بس يبقى ملك وإحنا كده بعيد عنه شوية، لا، ده عايز يبقى ملك جوانا. إن أحبني أحد يحفظ كلامي، أدي الوسيلة هو. الوسيلة أنه يصنع عندنا منزلا، إحنا نحب كلامه ونأكل فيه ونتغذى به. فيجي يقول كده، أنا أحبني أحد يحفظ كلامي ويحب أبي وإليه نأتي وعنده نصنع إيه؟ منزلا. هو ده الملكوت. ربنا يدينا كده أن إحنا يبقى بناكل في كلامه ليل ونهار علشان قلوبنا تتملي من محبته، فيأتي إلينا هو والآب بالروح القدس ويصنع عندنا منزلا، ونتمتع بمذاقة الملكوت وننمو في محبة ربنا حتى نتذوق الملكوت بالشكل الكامل في الحياة الأبدية. ولربنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.